ايه اللي اتقال عن النادي الاهلي في ترند الاهلي النهارده معانا وكل التفاصيل اللي بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي الاول بحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي بيقول نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمود متولي، عيد ميلاد سعيد وننتظر عودتك سريعا. محمود متولي احد العناصر المهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، نتمنى له الشفاء من اصابته بالرباط الصليبي والعوده سريعا. ماشي بشكل مميز جدا في برنامجه التاهيلي والعلاجي وان شاء الله باذن الله يعود قريبا للنادي الاهلي. اعتقد في شهر 3 او 4 ممكن يكون متواجد محمود متولي مع الفرقه، نتمنى له العوده سريعا باذن الله. كمان وبنقول له طبعا كل سنه وانت طيب. خلينا كمان نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر واللي بيقول الاهلي ينهي استعداداته لسوني ديب وموسيماني هيعلن قائمه الفريق اليوم، واحنا طمنا حضراتكم على كل التفاصيل اللي بتتعلق بفريقنا واستعداداته لمباراه الغد باذن الله يكون موفق. لسه القائمه هتطلع خلال لحظات، لو خرجت واحنا على الهواء اكيد هنقولها لحضراتكم. لكن الوطن سبورت بتتكلم وحسابهم الرسمي على تويتر تحديدا بيتكلموا على عمار حمدي وبسبب سيرينو عمار حمدي يتدخل لحسم عودته الى الاهلي في يناير. موضوع سيرينو طبعا حضراتكم عارفين الصفقه ما نجحتش فبالتالي اللاعب مش هيكون متواجد في النادي الاهلي، فبالتالي البعض بيتكلم على ان في تواصل ما بين الاهلي والاتحاد، وطبعا كامل الاحترام وتقدير لنادي الاتحاد وعلاقه اكثر من رائعه ما بين ناديين من اكبر الانديه في مصر سواء الاهلي او الاتحاد. لكن على المستوى الرسمي زي ما قلت لحضراتكم امبارح مفيش اي حاجه، واحنا من هنا بنتكلم بالشكل الرسمي، احنا قناه رسميه للنادي، فلو كان في حاجه رسمي كنا قلناها لحضراتكم. على المستوى الرسمي مفيش حاجه، ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه الله اعلم يعني. لكن دايما انا احب اتكلم في الامور الرسميه تحديدا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، هنشوف ايه اللي هيحصل. لكن في كل الاحوال برضو اللي عايز اكد عليه ان النادي الاهلي بيحترم عقوده مع كل الانديه، ولو حصل اي اتفاق هيكون طبعا بموافقه كل الاطراف. حساب جول مصر على تويتر وبيقول تصريحات على لسان امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي واللي كان بيتكلم على جيرالدو. بالمناسبه جيرالدو حتى الان موجود يا جماعه لعيب في النادي الاهلي، لحد دلوقتي جيرالدو موجود كلاعب في النادي الاهلي، مفيش اي جديد او اي امر رسمي غير ان والتر بواليا جه. لما والتر بواليا جه فاكيد في لعيب اجنبي هيخرج، فاحنا منتظرين الاهلي يعلن رسمي، القناه تعلن رسمي كده يعني. لكن في كل الاحوال تصريحات امير توفيق وهو فعلا كان قالها، قال جيرالدو لا يزال موجودا في الاهلي ودي حقيقه، حتى اللحظه تلقى عرضا من الصفاقسي التونسي من سنه وده امر برضو حصل لكن جيرالدو ما وافقش. قبل شهرين كمان تلقى عرضين من كروزيرو البرازيلي وسموحه لكنه كمان ما رضيش، فده وجهه نظر جيرالدو لاعب مرتبط بتعاقد مع النادي الاهلي واكيد بنحترم رغبته والاهلي اكيد يعني بيحترم رغبه لاعبه، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. يا جماعه اللعيبه متمسكه ان هي تبقى متواجده داخل النادي الاهلي، التواجد في النادي الاهلي ده في حد ذاته شرف كبير جدا، واي لعيب في الدنيا بيتمنى ان يكون موجود في النادي الاهلي، وخصوصا ان انت مقبل كمان على كاس العالم للانديه، كل اللعيبه نفسها تلعب، ده في لعيبه ممكن توافق تيجي ببلاش دلوقتي كمان عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر ان هي تشارك في كاس العالم للانديه. لكن في كل الاحوال نروح للاهرام على تويتر واللي بيكلموا رعب في الاهلي قبل كاس العالم للانديه بسبب كورونا. مفيش رعب ولا حاجه، هو ممكن يكون في قلق بس ان موضوع الكورونا والاصابات المتزايده خلال الفتره الحاليه، لكن في تاكيد خلال الجلسات الدائمه ما بين اعضاء الجهاز الفني والطبي والاداري في النادي الاهلي مع اللاعبين للتاكيد عليهم على ضروره اتخاذ الاجراءات الاحترازيه المناسبه، خصوصا ان كل لعيب نفسه يلعب في كاس العالم للانديه فلازم يحافظ على نفسه ويشوف الاجراءات الاحترازيه ايه عباره عن ايه وينفذها بالحرف الواحد عشان يتجنب التعرض للاصابه بفيروس كورونا، وبالتالي باذن الله تكون قائمه النادي الاهلي مكتمله في كاس العالم للانديه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في ترند الاهلي النهارده، هنروح لفاصل سريع وبعديه نكمل فقرات حلقه النهارده.